السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع، لم يتبقى الكثير سوى يوم واحد على انطلاقة المباراة المصيرية لمنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الإسباني في ثم النهائي كأس العالم قطر 2022. نتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا الوطني المغربي، أكيد رغم أن المنتخب الإسباني صعب والأسماء المتواجدة داخل المنتخب الإسباني أسماء صغيرة في السن ما عندهاش تجربة كبيرة على المستوى العالمي، لكن المنتخب الوطني المغربي بالخبرة والأس أسماء اللي عند الاسود اكيد قادرين ان شاء الله اننا نحقق العبور الى دور ربع نهائي كاس العالم لكن اخبار اخرى بالنسبه للجماهير المغربيه وتذاكير المباراه المباراه التي ستلعب على الملعب ديال المدينه التعليميه جمهور المغربي تفاجا بنفاد جميع تذاكر هذا المباراه هل هناك خطه مدبره من اجل اقصاء الجمهور المغربي من هذه المباراه باش ما يدخلش الجمهور المغربي باعداد كبيره كما شفنا في المباريات السابقه خاصه امام المنتخب البلجيكي وامام منتخب كندا وشفنا الدعم الكبير ديال الجمهور المغربي في هاتين المباراتين على غرار المباراه الاولى امام المنتخب الكرواتي وبعد الخروج ديال وليد ركراكي ق... بعد التعادل امام المنتخب ديال كرواتيا طلب الجماهير المغربيه يرفعوا الرسم يرفعوا الدعم للمنتخب الوطني المغربي ويشجعوا بحراره طيله 90 دقيقه وهذا الشيء اللي خلى الموقع الرسمي ديال الفيفا يتكلم على الجمهور المغربي وقال باللي الجمهور المغربي ما نعتبروش ما نعتبروش رقم 12 وانما رقم واحد لانه صراحة طيلة 90 دقيقة من المباريات خاصة امام بلجيكا وكذلك المنتخب كندا كان يهتف من البداية ويدعم المنتخب الوطني المغربي وبفضله المنتخب الوطني المغربي تألق وحقق انتصارات مهمة بسبع نقاط كمتصدر للمجموعة لأول مرة في التاريخ كفريق عربي وإفريقي يفعلها ويتأهل إلى الضوء ثم النهائي لمواجهة الإسبان لكن هذه المواجهة مغايرة عن مواجهاتها السابقة هذه المواجهة فيها جمهور فيها دعم كبير من الطرفين سواء الجمهور الإسباني وكذلك الجمهور المغربي وكنعرفوا أن الإقبال كبير على التذاكر يعني حتى الجمهور المغربي ما كانش ضارب حساب لهذه المباراة بأنه ما غاديش يتلقى التذاكر ديال المباراة. بعض الوسائل ديال الإعلام تكلمت بأن مباشرة بعدما تم طرح التذاكر ديال المباراة في الموقع الرسمي ديال الفيفا الهنود استولوا على جميع ديال التذاكر وكيبيعوهم في السوق السوداء يعني بأثمنة خيالية. اثمنه صراحه ما يقدرش عليها الجمهور المغربي البي وصل حتى 800 اورو 400 اورو يعني صعيب صعيب جدا على الجمهور المغربي انه يشري المباراه باش يدخل يتفرج في المنتخب الوطني المغربي ديالو هذا الشيء حشومه نتمنى ان شاء الله انه يكون واحد التدخل من السلطات ديال قطر وكذلك الجامعه الملكيه المغربيه والفيفا باش يجدوا حل للجماهير المغربيه باش تدخل تساند المنتخب الوطني المغربي في هذه المباراه اكيد كان واحد التدخل ديال الجامعه امس آه مع الفيفا وجلسوا معاهم وزادوا واحد 5000 تذكره اضافيه خاصة للجمهور المغربي يعني خصيصا للجمهور المغربي نتمنى إن شاء الله ما كافيش آلاف تذكرة ما كافياش لأن اليوم وغدا إن شاء الله غادي يكون تنقل تاريخي تاريخي من المغرب عبر الخطوط الملكيه من اجل دعم المنتخب الوطني المغربي يعني مباراه غادي تكون تاريخيه استثنائيه وكنعرفوا الملعب ديال المدينه التعليميه يتسع الى خمسة وأربعين الف متفرج يعني هاد الناس اللي كيحتكروا التذاكر هاد الناس اللي كيمشيو السوق السوداء هذا الله يعني ما يمكنش ان الجمهور المغربي اللي زين الملاعب القطريه ايضا ملعب الثمامه وكذلك ملعب البيت يحرم من دعم المنتخب الوطني المغربي ومنتخب بلادي في المباراه المصريه امام منتخب اسبانيا وكان عرفوا هذه المباراه اما حياه او موت يعني مباراه دائما مصيريه مباراه المقصي يغادر البطوله فهذه فرصه للمنتخب الوطني المغربي بتواجد الجماهير العربيه والجماهير المغربيه والحمد لله كنعرفوا ان القوه الضاربه ديال المنتخب الوطني المغربي هو الجمهور الجمهور المغربي كان محفز كبير للاسود في المباريات السابقه ونتمنى ان شاء الله ان جامعة الملكيه المغربيه تدخل ودير واحد الحل يكون الجمهور ديال المغربي كبير في الملعب فهذا يصب لمصلحة الوطن المنتخب الوطني المغربي، إذا كانت شي أيادي خفية بغات كما نقولوا تنقص من القيمة ديال الجمهور المغربي في هذه المباراة، فأكيد إن شاء الله نحن سنكون حاضرين إن شاء الله بحول الله، والإرادة والروح القتالية ديال وليد ركراكي وديال أبناء وليد ركراكي في هذه المباراة، إن شاء الله نتمنى نتمنى أن نصنع تاريخ جديد إن شاء الله، ويكون أول تأهل إن شاء الله عربي ومغربي إلى دور ربع نهائي كأس العالم، أمامنا إنجاز، أمامنا تاريخ، أمامنا فرصة لا تعوض لأن المنتخب ليس هو المنتخب الذي كنا نعرفه في 2018 حينما واجهناه في روسيا وتعادلنا معه بهدفين لهدف باقدام يوسف النصيري وكذلك بوطيب هذه مباراه مغايره هناك اسماء صغيره السن في المنتخب الاسباني والمنتخب الوطني المغربي لديه لاعبين في المستوى التجربة لاعبين ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبرى قادر إن شاء الله أن نفرح الجمهور المغربي لكن من جهة أخرى الجماهير لابد عليها أن تدعم المنتخب وأن تكون حاضرة بشكل كبير رسالتي إلى الجماهير المغربية في قطر أنهم يدعموا الجماهير المغربية باش تدخل تساند المنتخب الوطني المغربي اي واحد عنده تفكيره ولا شي حاجه يعطيها صاحبه ويعطيها الجار ويعطيها الخو المغربي يدخل يساند المنتخب الوطني المغربي تعاونوا نتمنى ان الجماهير المغربيه تعاون مع بعضياتها وتسهل المأمورية بعضياتهم باش يدخلوا ان شاء الله بشكل قوي يساندوا المنتخب الوطني المغربي امام الماتادور الاسباني كنعرفوا ان المنتخب الاسباني القوه ديالو والجماهير ديالو اكيد غادي تكون حاضره في هذه المباراه لكن اثق انا في الجماهير المغربيه وفي المغاربه ان شاء الله غادي يضمنوا بعضياتهم وغادي يكون ان شاء الله ملعب ممتنى. على اخره ضروري نديروا الضغط ضروري نطلبوا بالحقوق ديالنا لان الملعب كيهز 45 الف متفرج شفنا رغم انه جامعه دخلت امس البارحه ودارت واحد الجلسه مع الفيفا وجلسوا عطاهم 5000 تذكره اضافيه خصيصا للجمهور المغربي لكن هذا راه ما كافيش نتمنى ان شاء الله الجمهور اللي راه يطالب بالتذاكر لان وصل التذاكر لواحد الاثمنه خياليه الهنود استولوا على على, على على جميع ديال ديال التذاكر ديال المباراه وكيبيعوها على برا يعني بواحد الاثمنه خياليه جمهور المغربي ما قادش على هذه الاثمنه هذه وما يقدرش يدخل لك هو بتذكيره ووصل حتى 300 اورو ولا 400 اورو ولا حتى المليون كاين اللي وصل حتى المليون راه حشومه ماشي يعني علاش كتحرموا الجماهير المغربيه فريق عربي منتخب عربي وحيد نتمنى ان شاء الله يكون له الدعم من الدول العربيه وكذلك من الجمهور العربي المتواجد في قطر حنا خصنا نضمنوا جميعا لان هذا منتخب مغربي وعربي وافريقي يشرف القاره الافريقيه والوطن العربي نتمنى ان شاء الله يكون خير في الساعات القادمه اكيد لدي كل ثقه ان شاء الله ان الجمهور غادي يكون حاضر الحماس كبير التنقل اللي غادي يكون تاريخي ايضا عبر الخطوط الملكيه من المغرب الى الدوحه لمسانده المنتخب الوطني المغربي في المباراه المصيريه والمباراه التاريخيه التي ستجمع ان شاء الله الثلاثاء امام المنتخب الاسباني على الملعب المدينه التعليميه كلنا امل في الاسود واكيد عندنا ثقه كبيره الى تقاتلنا ولعبنا بالشكل اللي شفناه المباريات السابقه امام بلجيكا وكرواتيا اكيد غادي نحققوا ان شاء الله الصعود الى دور ربع نهائي كاس العالم وهذا غادي يكون انجاز للوطن العربي وانجاز للمملكه المغربيه لكن الاهم هو دعم الجمهور الجمهور هو الذي يحفز اللاعبين الجمهور يلعب دور كبير في في المباريات وشفنا في المباريات السابقه كيف ساند الاسود من خارج الملعب بعد نهايه المباراه في مقر الاقامه يعني الجمهور المغربي صراحه ابهر العالم وابهر الجميع وخلى الفيفا تتغنى بالجماهير المغربية وتصف الجمهور المغربي ليس برقم 12 وإنما برقم واحد يعني قال الجمهور المغربي طيلة 90 دقيقة يعني 280 دقيقة يعني ديال المباراة عامة ديال المباراة ديال كرواتيا كذلك ديال, بلجيكا وديال كندا يعني الجمهور المغربي مريش بالهتافات مريش بالدعم اللاعبين على المدرجات وهذا الشيء اللي خلى الصحافه والاعلام الاسباني وبعض الناس اللي بغاو كما نقولوا يديروا شي خطه باش ينقصوا من جمهور المنتخب الوطني المغربي في المباراه ضد اسبانيا نتمنى ان شاء الله يكون الروح المغربيه تكون حاضره ونحاولوا ما امكن باي طريقه ندخلوا اننا نساندوا المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله في هذه المباراه الملعب فيه 45 الف متفرج خصنا نشوفوا ضروري على يعني الاقل 20000 ديال الجماهير المغربيه نتمنى ان شاء الله بحول الله كما شفنا في المباراه السابقه امام كندا وامام بلجيكا كان حضور مميز حضور رائع للجمهور المغربي من داخل الوطن وخارج الوطن اكيد حتى الجاليه المقيمه في الخارج اللي أعداد باعداد غفيره باش يساندوا المنتخب الوطني المغربي خاصه احنا وصلنا لواحد المراكز زي جد مهمه وصلنا الثم النهائي وعندنا فرصه كبيره امام المنتخب الاسباني وانا عندي ثقه في الاسماء اللي عندنا وعندي ثقه في وليد الركراكي ملي كتشوف حصه تدريبيه والمعنويات مرتفعه والرغبة كاينه حاضرة لا الجامعة لا من المدرب لا من اللاعبين كلشي باغي يدخل من أجل حسم المباراة وتحقيق تاهل الى ربع النهائي ان شاء الله بحول الله غادي نديروا مباشر ولا غادي نديروا فيديو غادي نتكلموا فيه ان شاء الله على المباراه ونقطه القوه ديال المنتخب الاسباني وكذلك نقطه الضعف ديالو ان شاء الله نتكلموا عليه في فيديو اخر او في مباشر اخر ان شاء الله هذا المساء او غدا ان شاء الله باش هكذا نتفائلوا خير اكيد كما شاهدنا في المباراه السابقه واجهنا وصيف بطل العالم وجهنا ثالث منتخب العالم واجهنا منتخب مغمور منتخب كندا الذي صراحه ازعجنا كثيرا في المباراه الثالثة وخاصة في الشوط الثاني لكن الحمد لله الإرادة والدعم ديال الجمهور أكيد حققنا المبتغى والتأهل إلى الدور الثاني للمرة الثانية لكرة القدم المغربية إذا إن شاء الله نتمنى من الجمهور المغربي المتواجد في قطر يدير اي وسيله باش يقدر ان شاء الله يكون حاضر في المدرجات ونتمنى ان شاء الله الجماهير العربيه واللي كيعشقوا المنتخب الوطني المغربي تحيه لكل الدول العربيه اكيد نتمنى ان شاء الله يسهلوا الامور مع الجمهور المغربي باش هكذا اي شخص يبغي يدخل الملعب يوفروا له التذكيره ويدخل ان شاء الله باش يساند المنتخب الوطني المغربي والعربي باش هكذا نشرفوا القاره الافريقيه ونشرفوا ان شاء الله الوطن العربي اذا كل التوفيق ان شاء الله بحول الله لمنتخبنا الوطني المغربي في لقاء الثلاثاء القادم ضد الماتادور الاسباني وحفظ الله كل الجماهير المغربيه المتواجده في قطر تحيه للجميع وما تنسوش لايك الفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما كل جديد السلام عليكم